الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إنه زكريا حمامة إياك نعبد قارئ جزائري إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يؤم آلاف المصلين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وهذا الشيخ ياسين جزائري أيضا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم أما هذا فهو سعيد الدباح. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ثلاثة أصوات تضاف إليها ثلة من المقرئين الجزائريين يصطحون بقراءات شجية على النت أو في المساجد. أقترح عليكم هذه القراءة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات إنه بلال أيت عمروش في قراءة جزائرية خالصة. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أما إن أردتم قراءة عاصمية فلكم أن تنصتوا للقارئ رياض الجزائري. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما قديما لم يكن للجزائري حظ في التجويد والترتيل أمام كبار المقرئين من العالم الإسلامي إلا أن الأجيال اللاحقة استطاعت أن تبرز وبشكل لافت بأصوات عذبة أصوات تأخذك إلى روحانية كلام الله تعالى.